تنتهي الرفاق والرفيقات مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية. بدوري كنحيي أعضاء الأمانة الوطنية اللي ساهموا في الإشراف على هذا المؤتمر الترتيبي القبلي والافتراضي، وكنحيي كذلك الكتاب الإقليميون وكل المناضلين اللي شاركوا وكيشاركوا في هذا المؤتمر، وايضا لعموم الموظفات والموظفين والمناضلين من مختلف القطاعات اللي كيواكبوا اشغال هذا المؤتمر القبلي. بالنسبه لنا احنا في الاقليم ديال الدريوش، وعلى غرار تقريبا اغلب الاقاليم اللي تحت لهم هذه الفرصه ديال النقاش عن بعد المشاريع ديال الاوراق والمقررات ديال المؤتمر، نظمنا يعني بمجرد توصلنا بالوثائق ديال المؤتمر تم التعميم ديالها على الفروع ديال الإقليم، وتمت مناقشة يعني هذه الأوراق في الفروع اللي تحت ليها هذه الفرصة، وتم كذلك تجميع ديال هذه المقترحات والآراء ديال الفروع في اجتماع رسمي ديال المكتب الإقليمي وبحضور كتاب الفروع الغير ممثلة في المكتب الإقليمي ديال الدريوش. وكانت أهم يعني ملاحظات، ما غاديش نكرر بعض الإضافات والمقترحات اللي سبق المناضلين ديال باقي الأقاليم أنهم شاروا لها، ولكن غنركز فقط على المقترحات اللي لم تتم الإشارة إليها في المقترحات ديال باقي الأقاليم. فبالنسبة لنا أولا كنتقدموا بطلب ديال تعديل الفصل الثاني عشر من القانون الأساسي ديال الجامعة، وذلك بإضافة فقرة ثانية لنفس الفصل ليصبح على الشكل التالي. يعني هذا الفصل 12 غتكون فيه الفقرة الأولى اللي كاينة حاليا اللي فيها يتم تشكيل فروع جهوية للجامعة على مستوى الجهات الإدارية المعمول بها، تضاف فقرة أخرى ديال يمكن تشكيل فروع جهوية لا تخضع للتقسيم الإداري الجهوي طبقا لمعايير يحددها النظام الداخلي بما يضمن التوسع التنظيمي والامتداد النضالي للجامعة. علاش كنقترحوا هذا التعديل؟ لأنه ربما غتكون بعض الأقاليم اللي كتلقى صعوبات كبيرة في مواكبات الأنشطة ديال الجهات، مثلا نظرا للبعد ديال المراكز ديال الجهة على هذا الإقليم. وكذلك يعني في نظرنا بانه ماشي بالضروره نقيدوا العمل ديالنا في الجامعه الوطنيه بالتقسيم الاداري المعمول به، خاصه وان الوالي ماشي محاور، والاساس يعني في العمل ديال الجامعه الوطنيه هو الاقاليم، والهاجس اللي كنحضروا احنا كمناضلات وكمناضلين ديال الجامعه الوطنيه في العمليه ديال بناء الاجهزه هو ترسيخ التضامن والتقويه ديال التنظيم الى غير ذلك يعني من الامور، وهذه ماشي بالضروره انها تخضع يعني الجهات بهذه الصرامه اللي كاينه في القانون الاساسي لذاك التقسيم الاداري، خصوصا وان التقسيم الإداري معمول به حاليا الرسمي ماشي منصف في حق واحد العدد ديال الجهات. هذا المقترح الأول. بالنسبة كذلك المشاريع المقررة الأخرى كنقترحوا في المشروع المقرر التنظيمي ومشروع المقرر الخاص بالشباب أنه يتم الرفع من التمثيلية ديال الشباب في الأجهزة التقريرية والتنفيذية المحلية والوطنية للجامعة إلى 30% على الأقل، والرفع من السن المحدد لفئة الشباب إلى 45 سنة نظرا للخصوصية ديال القطاع والتجميد ديال التوظيف إلى غير ذلك، والإقرار ديال هذا النسب في القانون الأساسي والداخلي ديال الجامعة. وفي نظري يعني كنضموا صوتنا لصوت بعض الرفاق اللي شاروا إليها سابقا، وأننا خصنا نعطيو واحد الاهتمام كبير للفئة ديال الشباب، هي لأنها هي الصمام ديال الأمان ديال الاستمراريه ديال الجامعه بنفس الزخام وبنفس القوه اللي كتعرفوا حاليا. كذلك كاين مقترح في المشروع المقرر المتعلق بالحريات النقابيه، وكنظن شار لي احد الرفاق، هو ضروري في نظرنا انه يتم احداث واحد المرصد ولا واحد اللجنه وفق الامكانيات اللي كاينه في وسط الجامعه، مرصد يهتم برصد واحصاء وتتبع الانتهاكات ديال الحريات النقابيه والنوع ديالها، يعني واش طرد، واش اقتطاع من الاجره، واش تعسف يعني بشكل او اخر، من اجل اننا نكون اولا واحد القاعده ديال المعلومات حول هاد الانتهاكات، ومن اجل اعداد مرافعات
لا رسمية ولا نضالية تكون دقيقة. هادو هما أهم زعما الإضافات اللي كيقترحها المكتب الإقليمي، إلى جانب إضافات أخرى اللي شاروا لها واحد العدد ديال المداخلات. وكنبغي نشير في النهاية إلى يعني نحيي عاليا كل المناضلين اللي ساهموا في هذا المجهود، واللي كنعتبروا بأن هذا المؤتمر القبلي بهذا الشكل هو في الحقيقة خطوة مهمة من أجل أن حتى المناضلين اللي ما تتاحش لهم الفرصة الحضور في المؤتمر أنهم يواكبوه ويشاركوا فيه عبر التعليقات كما نلاحظ يعني حاليا شكرا في وسائل التواصل الاجتماعي. فتحية للجميع وشكرا. بني ملال توطاسي عبد المجيد. شكرا.